السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. من هو أحمد الرهوي الذي تم اختياره رئيسا لحكومة التغيير في صنعاء؟ وإلى الوقائع. أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء مهدي المشاط قرارا بتكليف أحمد صالح الرهوي بتشكيل حكومة التغيير والبناء في صنعاء، وهذه بعضا من سيرته. الاسم أحمد غالب ناصر مجمل الرهوي اليافعي، ينتمي إلى قبيلة الرهوي من مديرية خنفر محافظة أبيان يافع السفلى، وهو نجل الشخصية السياسية والواجهة الاجتماعية والقبلية غالب ناصر الرهوي الذي تمت تصفيته في سبعينيات القرن الماضي. وشغل أحمد الرهوي مناصب رفيعة المستوى، منها مدير عام مديرية خنفر، كبرى مديريات محافظة أبين، ثم عين بقرار جمهوري وكيلا لمحافظة المحويت، وأعيد تعيينه لاحقا وكيلا لمحافظة أبين ومديرا عاما لمديرية خنفر. وقد ضحى الرهوي بالغالي حينما تعرض لكثير من محاولات الاغتيال وأصيبت أسرته، وقامت عناصر القاعدة بتفجير منزله الوحيد في باتيس. وقف ضد تحالف الحرب على اليمن وغادر الجنوب عام 2015 ميلادية، واستقر في العاصمة اليمنية صنعاء، وتم تعيينه محافظا لمحافظة أبين ثم عضوا في المجلس السياسي الأعلى، واليوم تم تعيينه رئيسا لحكومة التغيير والبناء في صنعاء. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.